مونتي كريستو قصراً جمع فنون الشرق والغرب ومزج بين عمارة عصر النهضة وعصر العربي في الأندلس، إلا أن صاحب هذا القصر سرعان ما خسره لكثرة ديونه التي أنفقها على مسرحه في باريس. لكن فرنسا لا تنسى عظماءها، حيث عاد ليكرم صاحب القصر بعد أكثر من قرن من الزمن بدفنه بمقبرة العظماء مغطى بوشاح كتب عليه: الكل بخدمة المواطن والمواطن بخدمة الوطن. أزهر جورج من باريس يروي لنا حكاية مواطن ومبدع اسمه ألكسندر دوماس. Crois-tu que j'aime être le comte de Monte Cristo? C'est un homme terrible, impitoyable et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être Edmond Dantès. Je n'attendais rien d'autre de la vie. مرحبا بكم في قصر مونت كريستو. بنى قصورا لأبطال رواياته، إلا أنه فقد قصره الحلم، قصر الكونت مونتي كريستو. هذه هي حكاية ألكسندر دوما، أحد فرسان المدرسة الرومانسية في الرواية الفرنسية والعالمية. نحن في صالة الاستقبال حيث استقبل ألكسندر دوما ضيوفه. هنا تجدون قاموس الطبخ الفرنسي الذي كتبه دوما في آخر حياته، إذ كان شديد الاهتمام بوصفات الطهو المختلفة، واقتبس المهندس في هذا القسم من تصاميم ذلك العصر أثناء صيانة هذا القصر.